مساء الخير واهلا بحضراتكم في هذه التغطيه الخاصه. هنتابع فيها مع حضراتكم اخر مستجدات الملصق الالكتروني. في البدايه كده خليني اقول لكم انه صاحبه الجهات المعنيه 3089 رخصه مركبه لعدم الالتزام بتركيب الملصق الالكتروني ورفع 47 سياره متروكه في الشوارع ده خلال حملات مروريه مكبره على مدار ال 24 ساعه الماضيه. وأهابت وزارة الداخلية بمالك المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، وهيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث بيه بما يفقد صلاحيته. ده هيكون اعتبارا من 18 سبتمبر. طبعا ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيا طبعا لتحقيق السيولة المرورية. قبل ساعات من انتهاء المهلة واللي حددتها إدارة المرور وهي هتنتهي غدا السبت 18 سبتمبر، بيتوقع أن تفرض إدارة المرور العقوبات اللي قررتها على المخالفين والممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفائه أو إتلافه أو العبث به، وهتشمل قائمة العقوبات الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور، فرض غرامات مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور. طب خلونا ننتقل لجزئية مهمة جدا، خلونا نتكلم ايه هي مزايا الملصق الالكتروني. المزايا هي وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معاها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور. أيضا بيحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها بالتأكيد سواء كانت سيارة أو دراجة نارية أو سيارة نقل أو مقطورة، وكمان إن هو بيكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها الحارة المرورية مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق، وبيتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا. يمكن من خلاله أيضا التعرف على المركبات المطلوبة أمنيا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية. طبعا ده بيساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية وأيضا مركبات المناطق الحرة. طبعا يعني كل ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تسهيل الحركة المرورية طبعا من أجل التسهيل على المواطنين. اللي هنا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية تغطيتنا واللي خصصناها عن كل المستجدات وآخر التفاصيل الخاصة بالملصق الإلكتروني وانتهاء المهلة اللي حددتها إدارة المرور وهي غدا 18 سبتمبر لتركيب الملصق الإلكتروني. شكرا لحضراتكم طبعا على المتابعة ودمتم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.